العقل أن يمثل الإنفاق الصحي أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بعيداً عن المعدل العالمي اللي هو السيد رئيس الحكومة كما كتعرفوا 10%. يتم تمويل النفقات الصحية بشكل أساسي من طرف الأسر بنسبة 60%. كنلقاو بأن 60% ديال الأسر المغربية راه كلها كتنفق على التطبيب ديالها من جيبها، منها 50% بطريقة مباشرة و 84% من المواد الضريبية و 22% من الاشتراكات ديال الضمان الاجتماعي. فكيف السيد رئيس الحكومة ستتصرفون وانتم راكم عارفين الوضعية دابا كيفاش دايرة وعارفين الوضعية الاقتصادية اللي كيتمر منها البلاد؟